السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اليوم بدنا نعلق على الفيديو اللي نشره أخونا الفاضل الدكتور إياد قنيبي عن تحليله لعلاج موضوع كوفيد 19 والرد طبعا على هذا الفيديو. أنا في العادة لا أحب أني أتكلم أو أناقش هذه المواضيع أونلاين، لأنه المواضيع هاي دائما فيها أخذ وعطاء وآراء علمية، ولكن هو نشر هذا الموضوع على اليوتيوب، فأنا حابب طبعا بعد مناقشة مع زملاء وصديقنا أخونا الدكتور خالد من جامعة خالد التماني من جامعة شيكاغو، هو اسوشيت بروفيسور بالفيرولوجي، وتعلمت منه الكثير لما تناقشنا في الموضوع، فحبيت أرد على الموضوع. أول شيء بس حبينا نحكي إنه العلاجات للفيروس هذا بشكل عام، والصين عم بتقوم على عدة أبحاث إكلينيكية على المرضى، ودول أخرى الآن صارت تقوم بهذه الأبحاث، لا تعني أن المرض أو الدواء الوحيد هو ما تم الإفصاح عنه. هناك 3 أدوية الآن تحت المراقبة الإكلينيكية، وبعض الأدوية أثبتت مفعولها في حالات بسيطة، وبعض الأدوية ونفس الأدوية لم أثبتت فشلها ومضاعفاتها على مرضى آخرين. فيعني الموضوع والفيديو اللي نشره دكتور إياد، مع احترامي له، هو رجل جليل ونحترمه جميعا وأراءه دائما محترمة، وبغض النظر أي شخص نحترم رأيه، ليس وهو قالها صراحة أنها ليس للناس لأن تقوم بشراء هذا المرض. فما هو الهدف من الفيديو؟ هل هو تعليم للأطباء؟ هون نقطة النقاش. طبعا العلاج اللي حكى عنه الدكتور اللي هو كلوروكوين هو علاج موجه بشكل عام لطفيل البلازموديوم، هذا اللي بنقله البعوض المسبب لمرض الملاريا، وهو كائن خلوي يتبع حقيقة النواة، يعني أنه يحتوي على دي ان اي وار ان اي. أما الفيروس فهو عادة خالي من، لا يحتوي إلا على دي ان اي او ار ان اي. طبعا هون الكلام اللي تفضلنا فيه، طبعا الدكتور بنى كلامه على منهج بحثي علمي جيد عن هذا الدواء، علما أن هذا الدواء تم اكتشافه سنة 1934 واستخدم في علاج كثير من الأمراض أو بعض الأمراض ومنها الملاريا. وقرأت عنه أنه كعلاج معتمد قبل شهر من الآن، وبدأت جمعيات وأطباء في الصين باستخدامه، يعني هو ليس بالشيء الجديد. المشكلة في البروتوكول هو كيفية استخدامه. هناك كثير من الأدوية وجاري بحثها كعلاج محتمل، وفي دواء بدناش نحكي أسماء علمية عشان الناس برضو ما تتعقد، دواء ياباني الآن، في دواء أمريكي عم بيحاولوا إنهم، أدوية قديمة يعني مش حديثة، عم بيحاولوا إنهم يستخدموها. طبعا بعد 2003 ووقت ظهور السارس، بدأت كثير من مراكز الأبحاث العلمية وشركات الأدوية بالبحث عن علاج للسارس والاستعداد لظهوره مرة أخرى. للأسف طبعا كثير من هذه الأدوية مع أنها أظهرت فعاليتها في الأبحاث المخبرية، لكن لم نستطع تجربتها على المرضى بسبب أن المرض تم السيطرة عليه، ولم يعد هناك أعداد كافية من المرضى في كثير من الدول لعلاجها كمرض السارس. طبعا بما أن السلالة الجينية للسارس أو السارس والسارس 2، خلينا أوضحها، السارس اللي هو ظهر في 2012 و 2002 سوري او 2003، والسارس 2 اللي هو الحديث هذا اللي كل الناس تسمع انه كوفيد 19، اسمه العلمي هو سارس كوف 2. في تشابه كبير، في بعض الدراسات تحكي انه اكثر من 80%، ويعني ان هذه الأدوية اللي ظهرت فعاليتها على السارس مخبريا في احتمال كبير انها تظهر فعاليتها على الكوفيد 19، خاصة هذه الفيروسات الموجهة للبروتين سبايك المسؤول عن التحام الفيروس بالخلية.
ودخول الأدوية الموجهة في الفيروس الإنزيمي أو الـ RDRP، وهذا هو المسؤول عن تحليل الجينات الفيروس من RNA إلى DNA، وثم يبدأ الفيروس بالتكاثر. الدواء لما بدخل داخل هذا الفيروس بمنع من دخول الفيروس إلى الخلية، وبحوله إلى صيغة جينية أو تحويله إلى صيغة جينية، وبالتالي فإنه سيموت. طبعا سبحان الله، التشابه الجيني في السبايك والار دي ار بي بين السارس والكوفيد سارس 2 أو الكوفيد أو السارس 2 قد يصل إلى 90% في بعض الحالات، وبعض الأدوية المرشحة لاستخدامها لعلاج أمراض أخرى مثل الإنفلونزا والأبولا وزيكا وماربورغ. طبعا كل هاي الأمراض ممكن إنها برضو تكون العلاجات تبعتها مضادة للفيروس، لسه في دراسات. بما معناه إنه هذه الأدوية ليست مكتشفة حديثا، ولم يكتشفها شخص معين، ولم والبروتوكولات موجودة منذ فترة طويلة وجربت على المرضى، لذلك كانت السرعة في الإعلان عن العلاج للكوفيد أو الإعلان عن محاولة علاج هذا المرض. أتوقع إنه أحد الأسباب اللي تحدث فيها دكتور عن الكلوروكوين إنه متوفر في الصيدليات وسهل الحصول عليه، حيث أنه OTC أو over the counters في معظم بلدان العالم، يعني ممكن تشتريه بس لحالك بدون وصفة طبية. طبعا اليوم فريق بحثي فرنسي قام بتجارب على مرض الكوفيد باستخدام البروتوكول جديد مختلف تماما عن اللي ذكره الدكتور في الفيديو، اللي هو 600 ملي جرام ل 10 أيام مع دواء آخر كومبينيشن بسموه كومبينيشن ثيرابي. احترامي للدكتور طبعا واللي قاله الدكتور، لا اتوقع انه الاطباء وخاصه الانفكشس ديزيزز دكتورز بيجهلوا بالمعلومه انه هذا الدواء تم استخدامه وموجود وفي بروتوكولات علاجيه وكلها موجوده. فاذا كلامه كان موجه للاطباء، ولا اعتقد انه العامه ستهتم بالتفاصيل بالبروتوكولات والكلام اللي حكيناه هذا، فمعناه انه ما في داعي لهذا الفيديو، لان الاطباء اصلا بيعرفوا وسيقوموا بوصفة طبية. اما اذا كان كلامه موجه للعامة وانه يروحوا يشتروا هذه الادوية، هو حكاها نو، هو حكاها لا تروحوا تشتروا، لازم تستشيروا اطباء. فالمشكلة انه الناس اللي بتسمع هذا الموضوع قد تقوم بشراء الدواء واخذه ويؤدي الى مضاعفات جانبية كبيرة، وهو اعلم بها. طبعا ما بدنا ندخل في تفاصيلها. طبعا أنا بحكي ومرة تانية أنا غير مسؤول إذا أحد أخذ الدواء، والله أعلم. طبعا هذا الدواء له آثار جانبية، يجب استشارة الطبيب المعالج في هذا الموضوع. هذا الموضوع خطر جدا إنك تأخذ أي دواء، خاصة في الأمراض الحديثة اللي هي ما صار عليها دراسات كافية، فلازم تستشير الأطباء المختصين في هذا الموضوع. وإن شاء الله طبعا نجد بروتوكولات جيدة، كلها تجارب إلى الآن. فيا دكتور، الموضوع لسه تحت التجربة، لم تثبت أرقام 100%، وإنت عارف إنه كل ما زادت الأعداد للناس اللي تعالجوا، كل ما العينة هاي كانت أقوى وكل ما كان الإيفيدنس أقوى. يعني بشكرك على الفيديو تبعك، ولكن قد يكون هذه نصيحة، والله من وراء المقصد. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد.